كيف سددت رصيد بطاقتي الائتمانية بفترة أقصر ووفرت من مبلغ الفوائد اللي علي؟ عادة البنك بيحدد الحد الأدنى للدفعة الشهرية على البطاقة، ولما أدفع زيادة عن هذا الحد الأدنى بكون قللت الفترة ووفرت على حالي فوائد. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.